مشاهدينا صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة من فواياج فواياج. اليوم خاصة بعود الحب، عيد الحب يلي هو كمان بيكون مكون من عدة ذكريات حلوة واحد في جمعة خلال سفرة. بتصور من أحلى الهدايا واحد شي يقدمها للشخص بحبه سفرة بتذكروها طول العمر. وهذا الشي عملوه ضيفين اليوم، ندى. هاي ندى، كيفك؟ هاي. ندى الطيف وبسام الطيف، كيفكن؟ حضرتكم جوازين ورحتوا هانيمون سفرة بتعقد، رح نكتشفها سوا. سميتها اليوم لاف كروز على أساس من وحي عيد فالنتاين. سفرة كتير حلوة اكتشفتوا فيها بجمعة واحدة تقريبا 6-7 بلدان، وكانت بتصور لكم كتير لها معاني وذكريات بتضل طول الحياة، ما هي؟ بما أنه اليوم حلقتنا يعني خاصة بعيد الحب، ما فيها تكون إلا بالاشتراك مع كلير بلو، الماركة العالمية الأولى لاختبار الحمل. عم تضحك ندى، هلا رح نشوف ليه بعد شوي. حلقتنا اليوم فيها مفاجأة كتير حلوة بآخرة. لكن خلينا أول شيء نحكي بسام وندى، شو كيف تلعب لكم تروحوا كروز، وكيف قدرتوا تنقوا تروحوا بهيدي الكروز الخاصة بالبحر الأدرياتيكي؟ عادة منا بتصور ديستنيشن كتير بيروحوا عليها، في كروزز بركة أقرب من لبنان. خبرونا شوي ندى، بركة خبرينا شوي كيف جتكم الفكرة. جمالها واحد بيفكر بالكروز بيفكر أنه أكتر للريتريت أو لحدا كبير بالعمر. سو ما كنا كتير أول شيء محمسين نعمل كروزير، بس بعدين في اصحاب لنا خبرونا انه عملوا كروزير وكثير شجعونا، فمن هون فكرنا انه واي نوت ليتس تراي ات. وفتشت انا على الانترنت، لقيت في ابلكيشن اسمه اي كروز. سو بهيدي الابلكيشن بتصيري بتحطي الديت يلي بدك اياها ومن وين بدك تنطلقي، وبصيروا بيعطوك كل التشويسز يلي موجودين لكذا كروز ولكذا شيب، فيك انت تختاري بيناتهم. وانتوا نقيتوا تروحوا على هيدا الكروز يلي هي بالبحر الادرياتيكي واخر شيء بالبحر الابيض. هو قفت بس هم عطاني كذا كريتير بده ياني انه لقيهم بهالكروز يعني. اكزاكتلي. لانه بسام عنده، بدنا نتذكر انه بسام كان ضيف سابق لفواياج وعنده مثل موته بحياته بده يوصل على 40 بلد قبل الأربعين. شو وين صرنا؟ صرنا على 37. وقدي عمرك يا بسام؟ 38. جريت عندك وقت. يا ندى شو عندك إشي تعمليها بسنتين؟ بالكروز قدرنا نعمل 6، يعني ضمن الكروز قدرنا نعمل 6، وهو كان كريتير واحد من الكريتير. على فكرة بسام وندى، أنتوا بتصور تشوف مثالية لفواياج فواياج، أنت غرامك السفر هي غرامة التصوير، بتصورها مثلها خلطة حلوة كتير. خلينا نشوف أول شيء للمشاهدين، لأن فواياج فواياج يعني هو برنامج عملي لكل الأشخاص اللي بحبوا يسافروا. أول شيء شو بتنصحون ياخدوا معهم إذا رايحين كروز؟ يعني شو بحطوا بالشنطة هيك على السريع؟ شو أهم شيء ندى؟ هلا اكيد الكاميرا والمايو حسب لوين رايحين. هلا اجمالا واحد بيروح كروزير بالصيفيه، سو تيب الصيفيه الخفيفه بيكينيز مايو بده يسمحوا اكيد. وشو بيريحوا؟ احذيه بيريحوا اكيد. اكزاكتلي. يعني حلو بالكروز يعني الاوتيل ولاحق، يعني ما عم بتجرجر شنط، مش هيك انت بتستغل الفرصه وبتعبي شنط هيك ما حدا رح يحمله. عملت لك 3-4 شنط قبل ما تروح. في 3-4 شنط على طول، بس الحلو انه ما عندك شنطه تسكريها وتفتحيها كل يوم من ببلد، خلص الاوتيل ماشي وراكي والشنطه بتلحقك وين ما بتروح. فيري. خلينا نشوف هلا بسام كيف واحد اذا بده يروح بهيدي الكروز بالتحديد. اذا انتم بلشتوها بالبندقيه بفينيس، اذا بنروح من بيروت على فينيس رح نشوف هلا شو روتينج. عاده من بيروت على روما مشوار 3 ساعات تقريبا، والطياره بتاخذنا من روما فول ديريكت على فينيس تقريبا ساعه. ما هيدا مشوار منه بعيد، هيدا الحلو واحد بيكون بعده كله حيويه ونشاط تاي كافي وتيبلش مشوار هالرحله الحلوه. طب هلا وصلتوا على فينيس، وحلو كمان انه فينيس بما انه اليوم 14 فبراير بسموها مدينه الحب، طلعتوا من هنيك انتم. رح نشوف اول شيء صور تبع الباركور تبعكم بهيدي الخريطه، وانتم يعني كنتوا عم تعملوا باركور من بحر لبحر، حسيتوا كمان فرق هيدا الشيء يعني بين الادرياتيك والميديتراني؟ في مناظر بتختلف او تقريبا ذات المناظر؟ الادرياتيك كان كثير حلو. نحن يعني بتعرفي اللي بيقولوا يو مانج اكسبكتيشنز، اللي بتنتظري منه شيء كثير حلو بتلاقيه حلو، يمكن اللي ما بتنتظري شيء بتلاقيه كثير حلو. سو الادرياتيك واز عن جد اميزنج، كان كثير حلو. هذا بعتقد اللي كثير هيك حبيناه اكثر شيء. بيقول الحلو بمنطقه الادرياتيك انه فيها كثير حضارات مختلفه، يعني بهالسفره الواحده مثل ما مبين علينا هلا البحر الادرياتيكي بين ايطاليا وبين سلسله من الدول باوروبا الوسطى، زرتوها ثلاث ارباع مثل سلوفانيا ومونتينيغرو وكرواسيا وغيرها. دونك بلشتوا فوق من البندقيه من فينيس، طلعتوا طلوعه نزلتوا نزول لتحت، وصلتوا حتى على مالطا بالبحر الابيض المتوسط. رح نكفي هلا بقيه الصور ونشوف
صوركم هون هيدا كثير بحب هالصوره، بتصور بتعبر عن كل المشوار، انتو بحر والبوت مزبوط. لكن خبرونا شوي، واحد شو بحس ندى وقت يكون هيك ببوت كبير حلو عم بتنقل من محل للتاني؟ مثل ما قلت لك نحن ما كان عندنا كثير يعني فكره، عندنا كانت شغله جديده ولا مره عاملينها، دونك فتنا وعن جد حسينا بواو افكت، لانه من دخلتنا على البوت عندك رفاهيه كثير عاليه. أكيد. عندك راحه. عم تحكي عن رفاهيه، انتم كمان فتوا بالجو لابس هون توكسيدو بالاجار استاجرته من هونيك، ما كنت اخذه معي. صور كثير حلوه مينا. مزبوط. وحتى عندك فوتوشوتس، اربع خمسه فوتوشوتس كل يوم. بسطت انت بتحب الفوتوشوت. كنا عم نتسلى عن جد. هو الحلو مثل ما قال بسام انه اوتيل ولاحق، والشغله اللي كثير حلوه انه كل يوم تفتح البرديه عندك منظر جديد. يعني هيدا الافيه تبع كل يوم تشوفي منطقه جديده، بلد جديد، وتنزلي مثل ما قال بسام، ما عندك انك تحملي الشنط، ما في غير تلبسي ثيابك وتنزلي. اكيد. سو هيدا حلو، عم تتفرجي على منطقه جديده وبترجعي على الاوتيل بتكفي النهار بانترتينمنت، يعني مش انه يعني بترجعي على الكروز اللي هي الاوتيل. نشاطات في عدة نشاطات لكل العالم، يعني كل واحد حسب شو بحب، في رقص، في ميك اب، في كور طبخ، كل شيء. بس ما بنروح عليه كور الطبخ، ما بنروح عليه. لا مش ضروري، مش ضروري. والحلو كمان انه في للكابلز اللي عندهم اولاد فيهم يستفيدوا، في كمان كيدز اريا. صح. نحن بوقتها ما كان في عندنا، بس كان في، كنا نشوف انه في جاردوري للعالم تيتركوا اولادهم. يلا بركي نكست تريب كمان بتكفوا بشي كروز جديد. رح نبلش لكينا بالبندقيه اول محطه لالهم، لا ندى وبسام بهالسفره الكثير حلوه. البندقيه الحلو فيها انه هيدا هي يعني بحد زيتها بكارت بوستال. الجوندول قدي رومانتك بلشت السفرة معكم بهيدا الكروز بسام؟ كتير حلوة. فينيس is a beautiful place، عن جد كتير حلوة. بس في محلات تقولي هيك بتتذكرين أكتر شيء بالكروز سبيسيال، خاصة هو اللي من تطلع الكروز بالجراند كانال، اللي من يطلع البوت وانت على الطابق 16 بالكروز. عم تتفرج الناس تحت، تلاقي لك شقلف زلمة وحاطين ميوزيك وعم تاخد درينك. So the Grand Canal by the cruise is something to experience. يعني شيء كتير حلو. وبقول عن فينيز إنه بسموها لا سيرينيسيم، قد ما لها عظمة تاريخية. بتحسوا هيدا الشيء؟ يعني بتحس فيها الهيلة هالعظمة؟ أنا personally لأنه بتنتظرك أكتر بعد من نحن وصغار. فينيس 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 كتير حلوة، بس قد ما بتعيشين من قبل أوكي بتشوفين، بس إنه ما بتفاجئك زياده. انت اخبرتني انه في محطات ثانيه حبيتها اكثر. اي مزبوط. وهيدي صوره التيراميسو مهضوم فيكم انه من اجواء فواياج فواياج، كل ما بتدوقوا شيء بتصوروه. كان طيب هالتيراميسو؟ اي كان طيب، كان طيب كثير. غير طعم ايطاليا. اي لانه ريما كل شيء كثير فريش عندهم ومشهورين فيها، سو واحد ما فيه ما يدوق ويشوف. يعني نصحنا لنا شيء 5 كيلو بهالرحله دائما. وهن بيقولوا لك على فكره العالم، وقت تعرفنا على العالم بالكروزير بيقولوا لك انه الافرج انه تنصحي نص كيلو بالاي 1 باوند بتجي معتك، يعني ماشي قد ما في اكل. طب تنكفي بلمتنا لكينا بعد ايطاليا طلعت على سلوفينيا. وسلوفينيا كمان مناظر جديده، ثقافات جديده، حضاره جديده، وحبيت كثير المباني والوان المباني. رح نشوف هذا الشيء بالصور. ويعني سلوفينيا كمان بتوقع بوسط اوروبا، بس غير اجواء تماما. هون بنحس في اقل عدد سواح بس عم بركي كثير كثير قليل. كنا بلوبليانا العاصمه اللي هي شي ساعة بعيدة، بننزل من البوت بياخذونا شي ساعة لجوا. كتير حلوة بس كتير صغيرة. يعني بس it's nice to see، حلوة خارج نهار. الحلو بالكروز انه مرات في محلات ما بدك تسافري لها، بس بكروز حلوه لانه ما بدها اكثر من نهار او نهارين. اكيد. او كم ساعه. سو الكروز از بيرفكت للوبليانا، كثير حلوه، منطقه كثير حلوه، الاكل طيب. وحبيت الصور، الوان الصور، يعني ما بكون شيء محترفين بالتصوير. لا عن جد اثنيناتنا بس كان معكم ترايبود؟ لانه مبين في كثير صور حلوه مأخوذة. وانتم معنا كاميرا كبيره، معنا ستيك، معنا تليفونين، ومعنا وحده ووتر بروف، يعني جينا ب 6000 صوره. رهيبين. ماي فيفرت جاس. هيدا شو الصوره بس؟ هيدا نسيت الخبريه هون، في كاستم بيعلقوا بهالشارع صبابيتهم عليه بمده كل الشارع لجوا معلقين صبابيتهم نازلين. يوز تشوز بتسافر كثير، بتشوف كثير بغير مثلا. طيب نكفي البرمي لكينا والجوله تبعنا مع اجواء كان في فارمرز ماركت هون، هيدا شامبينيون شو هالاشكال الغريبه، ورود وشامبينيون. حتى كان في ستاند فود اكل لبناني وقتها، كان عنده فلافل ما كانوا كثير طيبين. وهون حسيت كمان الاطباق اللي عم تدوقوها شيء بتشبه الكفته عنا او شيء، يعني كانه ستايل الاكل منه وكفته. مزبوط، اكثريتهم كانوا لحمه. اوكي. طيب ما يدهمنا الوقت، بدنا نكفي البرمه طويله كثير. رحتوا كمان على سان مارينو، رجعتوا على ايطاليا هون، بتصور كنتوا عم تطلعوا وتروحوا، عم تعملوا زيكزاك، لانه دخلت انا على الخريطه عم جرب لاقي وين كنتوا. سان مارينو بايطاليا،
لعبه لكنا في رحت على رافينا، رح نشوف كمان الصور هون. والحلو برافينا انه بسموها بيزانس الغرب او بيزانتا الغرب، عندها كمان تاريخ كثير حلو. هذا المنظر رائع عن جد حلو. هذا من سان مارينو. سان مارينو هو بلد لحاله، مش هيك نقيناه لانه بلد اكيد بدنا نزيد على الليسته. تبرمي بخمس دقائق، يعني هو يمكن اصغر حتى من موناكو بعد ايفن سمولر، وفيه قصر وبيعملوا تشينج اوف ذا جاردز، يعني شخصين ببدلوا حالهم. كثير حلو. الحلو ما عملناها بس فيك بخمسة دولار او شيء بتدفع بتخدمي باسبورك انك فتت على البلد. هيدي الصوره لفتتني، موسيو دي لا تورتورا، يعني اللي هو متحف التعذيب، بتصور ندى عم بتقطع لك مساج من اول الجيزه انه اذا عذبتني بدي تصورني هون. صورني هون بس رديت لها اياها انت بصوره، بعدين رح نشوفها هلا بسبليت بكرواسيا. لكن بعد ما رحتوا على سلوفينيا كفيتوا نزول لكن جنوبا على كرواسيا وعلى سبليت اللي هي كمان مدينه كثير معروفه، وهون اكثر بتصور سياحيه من سلوفينيا، صارت معروفه كثير، السواح بيتوافدوا لهونيك. وبنشوف الحلو انه في شلالات معروفه كثير، هي كركا مواكب الفزوع، اذا بتفزوع احسن مني يعني فوز. هالشلالات عن جد رائعه، المنظر ندى قدام هيك هيك شيء هون كان المنظر رائع عن جد. الشلالات مثل ما قلتي شيء ما شايفين منه هون بالمنطقه عنا. بس بتذكر انه بهيدا النهار وقتها حرقسني كثير بسام، لانه انا وقتها ما جبت معي المايو، ما كنت عارفه انه بينسبح فيه. فنزل هون هيدا الصوره كنا عم نحكي عنها، جيم اوفر خلص رحت عليه. مزبوط مزبوط، ما قدرتوا تسبحوا. سو هو لا بالعكس، هو كان لابس لانه الشورت تبعه كان مايو، سو نزل هو وقال لي بليز صوريني، انه طلعي انت عربشه شوفي وين احسن محل تتصوريني فيه. ولكن هيدا نصيحه عمليه لكل الاشخاص اللي رايحين كروز، دائما يكون لابسين مايو تحت التيشيرت، دائما بالجدان المايو لكل البنات يعني. وبعدين كفيتوا كمان بكرواتيا على دوبروفنيك، دوبروفنيك المعروفه كثير واللي صارت اكثر واكثر على خريطه السياحه بالمنطقه. دوبروفنيك لكن عم بفرج ارجع على الخريطه، نزلتوا نزول لكن كنا طالعين شمالا نزلنا جنوبا. وهون بدوبروفنيك في كمان يعني المعروف كثير الطقس الحلو والمناظر اللي مثل هذا المنظر رائع. هون كمان بنشوف كثير جبال وبحر بذات الوقت. صح مزبوط. والحلو كمان انه هون المدينه بعدهم محافظين عليها، والسيتي ووز بعدهم من المحلات القليله اللي بعدهم الحيطان تبعها بعدهم انتاكت من 600 سنه. واو. مع انه تعرضت لقصف بحرب يوغوسلافيا يعني، بس بعدها انتاكت، كثير حلو المدينه. وبتحسوا هيدا الشيء انه كيف انتقلوا من وقت لوقت من تاريخ لتاريخ يعني. شيء بعدهم جوا بعدهم ما في سيارات بقلب المدينه، جوا بقلب الحيطان ما في سيارات، كله بيدستري. هيدي الصوره بتعقد كثير حلو، والبعدة كمان يعني بتصور اجواء فالنتاين معكم 100% كل السنه كل الوقت هيك اجواء كون او بس بالسفر. هلا كان هانيمون. هلا خبيط يعني؟ لا بدنا للدرجه بقى يعني، صور كثير حلوه مثل ما عم نشوفها. والحلو الكاشيه التيبيك لهالمناطق بكرواتيا هيك، بعدها البيوت مع الارميد، يعني كمان قصص حلوه. هي التيبيك عفوا هدول قصه الارميد يعني، السيتي ووز الارميد اللي بتشوفيه هونيك، كميه الارميد هي اللي بتلفت لي كثير نظرك، مع مثل ما قال بسام الكاشيه القديم تبع المنطقه. وبعدين بتكفوا مع بمونتينيغرو، بتصور يعني من المحطات اللي اكثر شيء حبيتوها، ما هي هذا الهايلايت. رح نشوف هلا صور كتر بمونتينيغرو، وهونيك بتعرفوا صوروا فلومي ل 007 كاسينو رويال، بتصور هونيك عن جد صور رائعه. هون شو كانوا عم بيعملوا؟ عم بيقدموا لكم كل يوم بالكروزير، وقتها توصلي على الكروزير من بعد ما تكوني خلصتي زيارتك للبلد، توصلي بيعطوك منشفه سخنه مع مي، او نسيت بركي، لا كانت مسقعه كثير، مسقعه مع تلج حتى هيك تبور يعني. ما قلت لك الرفاهيه انت وفاتي على الكروزير بترجعي بتحسي فيها انه they pamper you. هون كان يعيد صيف تيتو مثلا، تيتو اكيد تيتو كان هذا الاوتيل تبعه. الحلو بقطار بتحسي حالك بلاك، هو اكشلي البوت بفوت بزوري بين صخور، توصل لمحل من تفتحي بتلاقي جبال حواليك، ما بتعرفي انك انت بالبحر. وفي واحد عامل نشاطات عديده، كنت عم تعملوا كانوي او كاياك او غيرها من النشاطات الرياضيه الحلوه. بعدين كفيتوا على مالطا، بعد في محطتين على السريع قبل ما يدهمنا الوقت. مالطا هون كمان غير اجواء تماما، صرتوا اكثر بالبحر الابيض المتوسط. ويعني هو كمان شيء صغير، جزيره صغيره مالطا مع فاليتا اصغر واصغر. ما هي فاليتا والمدينه كمان، رحنا والمدينه رح نشوف صور هلا. بيقولوا فاليتا من اصغر العواصم باوروبا، قد ما صغيره يعني، كنت عم شوف مساحتها 0.8 كيلومتر مربع، برمتوها كلها بركبه بساعه. مش هيك هول المحلات ما بتسافري لهم يمكن خمس ايام بس للكروز،
بيرفكت اكيد. هون كنتوا جوا ب الهايلايت هون هي حلوه المدينه، بس لما تفوتي على الكاتدرال تبع سان جان في شيء مش معقول يعني، معبيه كلها ما معقول تهبلك، مغطسه بالذهب. شو حلو. اتس يونسكو وورلد هيريتج ومحافظين عليها كثير منيح وكثير حلوه. وبعدين كفيتوا على سيسيلي بكاتانيا بسيسيلي، صقلية يلي بنعرفها كلنا، هالجزيرة الإيطالية المعروفة كتير، بحبها كتير، أنا رحت عليها مش من زمان وفيها كشي غريب. أنت شو أكتر منطقة حبيتها؟ منشوف الصور بذات الوقت. هي كان اسمها توسكان تورمينا. تورمينا تورمينا رحنا مزبوط تورمينا بسيسيلي. هي الدراج اللي بتشوفيهم مع الورد مع يعني الأزقة الصغيرة. الأزقة الصغيرة مزبوط. بعدين محلات الجيلاتو وين ما كان، أهم شيء الجيلاتو. أهم شيء عم تاكلي بوزة، أهم شيء صرتوا بإيطاليا غير نكهة. عن جد في عندك أشياء سبيسيال. والبحر، البحر كان كتير حلو كمان هونيك، تسبحنا بالبحر تبع سيسيلي كمان كان كتير حلو. وآخر محطة لكم كانت ببومبيي. بومبيي اللي هي مدينة تاريخية يعني كمان عندها أثر تاريخي المعروف، ما رح نشوف هلا صور وعم نخلص لكان على الكروز قبل المفاجأة النهائية. بومبيي أكيد نعرف إنه بصير قريب كتير على نابولي، ومعروف لبركان الفيسوفيو اللي هونيك اللي مبين علينا هلا هون، الفيزوف المشهور كتير. وعملته بتصور هيدا كانت آخر محطة، عملتوا هايكينج هونيك يعني كل النشاطات الرياضيه اكلتوا، بس عملتوا سبور منيحه هيدي. بس ما بعتقد حرقنا قد ما اكلنا. ما هيك هيدي الصوره كمان كثير حلوه، صور عن جد رائعه. الجولف اوف نابولي هيدا ورا، نابولي مبينه من فوق. ومشاهدينا عاده بفواياج فواياج انتم معودين دائما بسال جوفي شو جابوا معهم من هونيك، اليوم شو جايبين معهم؟ سربريز مفاجاه رائعه من اجواء فالنتاين، لانه وقت رجعوا من السفره جابوا معهم هدية بتعقد، هي جوليا خلقت بعد 9 أشهر لك هنا. أنا ميرسي جيسي، كانت رائعة، كانت عم بتساعدنا جيسي بالكوليس كثير سوشيال. يا حبيبتي سوشيال باترفلاي كمان. ندى ما بصدم لبستيها لاف يو تو. قد ايه عمرها جوليا؟ اليوم عيدا 9 أشهر. 9 أشهر، واو، هو كوينسيدنس، شغلة كثير حلوة. لك هنا بتصور أحلى شغلة معقول كابل يجيبها من سفرة، هيدي هي ذا لاف بيبي جوليا. وكمان في مفاجأة ثانية كمان كثير حلوه لكم، انه في بما انه بالاشتراك مع كلير بلو بتعقدوا بتصوروا كل شيء، هيدي ان ان بي يعني ندى وبسام مصورين ذا بوزيتيف تيست انه كمان حامل هلا. اند شي از بروموتد، بركي بنرجع على الصوره اللي قبل، شي از بروموتد تو بيج سيستر، حامله بانو بالصوره اللي قبلها، هيدي كثير حبيتها. لكن رح تصير اخت كبيره بايلول 2015. لكن بتصور ان شاء الله تكون كل حياتكم مليئه بالحب والفرح والسفرات. ببيت ثاني كان بالسفره كمان. كمان بس على كريسماس. سفرة تانية على كريسماس. وين كنتوا بكريسماس؟ كنا ايسترن يوروب، سالزبورغ، فيينا، بودابست. واو، رجعنا مع بيبي تاني. يعني ما رح تقطوا قبل 40 بلد على 40. بصير 4 أولاد. و4 أولاد و5 أولاد. ان شاء الله كل حياتكم تكون كلها يم فوشي، كلها فرح وسفر لكنا وحب. ميرسي كثير ندى، ميرسي بسام. هابي فالنتاين لكل العالم. اكيد هابي فالنتاين للجميع، ان شاء الله بالسلامة ندى. ابيانتو باي جوليا، باي. قبل ما ننسى في سبيشال ريكويست من بسام لندى، اخر غنية كمان بتعني كندا يلي هي شو بسام قلنا تبع جيسون مراز. صح، ام يور جيسون مراز. ميرسي بوكو، مع اللي حال ختاميه. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate.